السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تقرير قمع المظاهرات يؤكد استمرار كذب حكومة بغداد. بعد أن شهد العراق قمعا وحشيا من حكومة المنطقة الخضراء للمتظاهرين في انتفاضة تشرين التي انطلقت في اليوم الأول من هذا الشهر، دخلت حكومة عبد المهدي بحرج بعد أن فضحت عربيا ودوليا، مما دعاها إلى إجراء تحقيق لمعرفة من الذي يقف خلف القمع الذي حصل. ولأن حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ذات الولاء الإيراني كما يصنفها العراقيون تعودت على إخفاء الحقائق وارتكاب الانتهاكات غير مكترثة بقانون أو شرع أو عرف، خرج تقرير لجنة التحقيق إلى النور، خرج مشوها مليئا بالتزييف والكذب، خرج من رحم لجنة متهم أعضاؤها بالتواطؤ في قتل العراقيين. هذا التقرير مشاهدينا الكرام أكد للعراقيين استمرار حكومة المنطقة الخضراء بالتستر على المتهمين الحقيقيين ودفعها ببعض أكباش الفداء من قادة أمنيين وعناصر حكوميين من أجل إسكات الشارع العراقي. هنا نطرح عدة أسئلة مشاهدينا الكرام: لماذا أخفى تقرير لجنة التحقيق المسؤولين الحقيقيين عن قمع المظاهرات؟ ألا يفترض باللجنة المشكلة لمعرفة أسباب القمع والمسؤولين أن تكون نزيهة وشفافة؟ هل إبعاد الحشد الشعبي وقيادته التي ساهمت بقمع المتظاهرين يمكن أن ينطلي على العراقيين؟ على ماذا يدل عدم إعلان حكومة بغداد عن عدد الشهداء والجرحى الحقيقي؟ كيف يمكن الوثوق بلجنة تحقيق مشكلة من مجموعة من المتهمين بقتل المتظاهرين؟ من الذي سيحاسب المسؤولين عن قتل المتظاهرين؟ هل هناك قضاء وقانون في العراق يمكن أن يحاسب ويحاكم المتورطين الحقيقيين في قمع المظاهرات؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله سنطرحها في هذه الحلقة. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، تتيح لكم هذه الخدمة أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. اليوم لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته. لسنا متسلطين، نتجول بينكم في شوارع بغداد، وتغمرنا السعادة حين نرى الناس تتجول بحرية وأمان، وإننا نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط، ونتقيد بالمعايير الدولية لفرض النظام والأمن بهدف تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات. ضرب براس الولد، لا إله إلا الله. أن الإجراءات الأمنية التي نتخذها هي خيارات صعبة ولكنها كالدواء المر لا غنى عنها. هكذا يقطع المظاهرون بالعراق، هكذا عادل عبد المهدي يقطع المظاهرون بالعراق، هكذا يقتل الشعب العراقي من قبل عادل عبد المهدي الفاسد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن خرج تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة عبد المهدي برئاسة مجموعة متهمة أصلا بالتورط بقمع المظاهرات، من أبرزهم أبو زينب اللامي أحد قيادات الحشد والذي كان مسؤولا عن قمع المظاهرات بحسب وكالة رويترز التي نشرت تقرير عن انتهاكات قامت به قواته على المتظاهرين أبو زينب اللامي، طبعا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القيادات التي شاركت. هؤلاء الأشخاص وهذه القيادات لم يدرج أي اسم منهم ضمن هذا التقرير وضمن هذا التحقيق. كان هذا التقرير يقتصر فقط على بعض القيادات الأمنية وعلى المنتسبين بشكل عام،
حملهم مسؤولية قمع المظاهرات نتيجة ما وصف بالتقرير ووصفه التقرير بأنه أخطاء فردية وفقدان للسيطرة وضعف في القيادات الأمنية بعض القيادات الأمنية، وكذلك كان هناك تحميل لمسؤولية وكلاء الأمنيين الذين كانوا حلقة الوصل ما بين القيادات العليا وما بين القادة الميدانيين الذين لم يوصلوا الرسائل كما يقول التقرير. لكن مشاهدينا الكرام، هل يعقل أن الانتهاكات والخروقات تحدث في كل منطقة شهدت مظاهرات في العراق؟ من الطبيعي أن يحدث الخرق في منطقة معينة أو ضمن منطقة في بغداد وليس في كل بغداد على سبيل المثال أو في أي محافظة أخرى، لكن أن ينتشر هذا الخرق وهذا الفقدان للسيطرة في كل مناطق العراق التي شهدت مظاهرات وانتفاضة، ليس من المنطقي ومن الطبيعي كذلك أن تحدث هذه الخروقات بالإجماع، وإلا لأنه أمر مدبر له. بالإضافة إلى نقطة أخرى مهمة، إن كانت الحكومة صادقة فيما تقول وأنها ليست مسؤولة عن هذه الانتهاكات التي حصلت، لماذا أشارت وأمرت إلى قطع خدمة الإنترنت؟ هذه الخدمة التي كانت متنفس للمتظاهرين الذين كانوا يوصلون ما يحدث على الأرض إلى الرأي العام المحلي والرأي العام العربي والدولي. قطع خدمة الإنترنت هو مساهمة في إخفاء الحقائق، إذن كان هناك من لا يريد أن تصل هذه الحقائق إلى العالم، وإن كان هناك قادة ميدانيون على الأرض كانوا يقومون بالانتهاكات وقمع المظاهرات والحكومة غير مسؤولة عن ما يحدث، فمن إذن المسؤول عن قطع خدمة الإنترنت؟ طيب هذه نقطة. النقطة الأخرى، عمليات استهداف لسيارات الإسعاف، وصفها التقرير بأن البعض قطع الطرق على سيارات الإسعاف ومنعها من نقل الجرحى. عرضنا لحضراتكم سابقا مقاطع توثق استهداف سيارات الإسعاف بالرصاص الحي ومحاولة إصابة سائق السيارة وكذلك المتظاهرين الذين في داخلها ومنعهم من الحركة ومن نقل الجرحى إلى المستشفيات. كثير من الأمور حدثت في هذه المظاهرات وهذه الانتفاضة، وهناك كثير ما يؤكد أن هذه الحكومة متورطة ومتواطئة فيما حدث للمتظاهرين، لكن هذا التحقيق هو كما وصفه العراقيون مهزلة بكل المقاييس والمعايير، لأنه أصلا بعيد كل البعد عن الحقيقة. مرتضى من كربلاء، تفضل. من أربيل، تفضل مرتضى. عليكم، مرحبا عيني. مرتضى تفضل. السلام عليكم. مرحبا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ شلون الصحة؟ حياك الله، أنا وسهلا. الله يرحم والديك. طبعا أولا أشيد بجهودكم ونقلكم وتعبكم وسهركم، نعم، على إنجاح هاي الانتفاضة والخلاص، الخلاص من هذا الحكم اللي دمر الشعب وأسوأ فترة عاش العراق من تأسيس هذا البلد. نعم. منذ تأسيسه، مو من تأسيسه بال 1920، لا، منذ أن صار شيء اسمه العراق، أسوأ فترة وأكثر فترة اضطراب وأكثر فترة بيها مشاكل وقتل ودم وضياع وتخلف. نعم. نسأل سبحانه تعالى أن ينجح هاي الغمة. لماذا دخل العراق في هذا النفق وفي هذا المستنقع من المشاكل؟ يعني احتلال احتل بلد وأراد ناس تخدم قضية المحتل. نعم. ناس رخيصة تخدم هذا المحتل، يعني المن يجيب مثلا، المن يجيب وناس ما لهم أي تاريخ، ناس ما لهم تضحيات، ناس ما لهم كفاح، ناس ما لهم سجل وطني. نعم. يعني رأيك بهذا التحقيق يا سيد مرتضى؟ والله يعني إذا دخلت على محكمة والقاضي والمدعي والأجهزة اللي موجودة بالمحكمة كلها أعدائك، يعني نعم. يعني إيش راح تكون المحاكمة؟ المحاكمة إيش راح تكون؟ يعني أنت تفصل وأنت تخيط وأنت تلبس. نعم. يعني هذا الفيلم ما تمت خياقته مضبوط، يعني فيلم فاشل، تحقيق فاشل، يعني ما يستحق الذكر. يعني انت اليوم من جالس في بيتك او جالس بمكتبك او جالس بشركه
وتدخل عليك عصابه وتسرق اموالك، وهو يسوق من اموالك يقول لهم انطوني يعني جزء من هاي الاموال، يعني اذا اعطوك او ما اعطوك هو يعني هو سراق، يعني هو عباره عن عصابه يعني. يعني اصلا احنا والله العظيم احنا انتقب نفسنا، وانتم يعني هاي يعني القناه يعني الوقت عايز ازاله التحقيق، يعني والله اكو مو اهم يعني، اكو مو اهم يعني. نحن طالما نتحدث سيد مرتضى، طالما نتحدث عن الانتفاضة، وطالما نتحدث عن حقوق الشهداء، وطالما نتحدث عن دماء الشهداء والجرحى، فكل ما يتعلق ويرتبط بهذه الانتفاضة سيظهر إلى العلن عن طريقنا أو عن طريق أي شخص يحاول إظهار الحقائق للعراقيين. التحقيق مهم أن يظهر، ومهم أن نقف عنده بسبب حديث السلطة الدائم عن لجان التحقيق والنتائج، وكذلك ستحاول أن تعيد الحق إلى أصحابه. طيب أين الحق في هذا التحقيق؟ ما هو لا نستطيع أن نهمل قضية التحقيق ونتجه إلى أمور أخرى، العراق به مشاكل بشكل عام، لكن هذا أمر مهم للغاية أن نقف عنده يا سيد مرتضى. المسؤول الأول والأخير، نعم، المسؤول الأول والأخير هو القائد العام للقوات المسلحة. نعم، شكرا لك يا سيد مرتضى، وضحت الفكرة. محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك هذا البرنامج. أهلا وسهلا. يعني حدث عاقب وما لا يعقل، صدق فلا عقل له. أخي يعني هم قتلوا الناس بالشارع. نعم. شنو جابوا كم واحد خذوهم كبش فداء وما ودوهم محكمة عسكرية خل محمد. يعني طلعوهم تقاعد. يعني حالوهم على التقاعد، مطلب مفروض ودوهم محكمة عسكرية، هذا اللي نعرفه. يعني هم أحالوا ملف التحقيق بشكل عام إلى القضاء، لكن سؤالنا يا سيد محمد، متى أنصف القضاء في العراق الحالي؟ القضاء الحالي لا يستطيع أحد أن يصفه بأنه قضاء عراقي لأنه لم يمثل العراقيين. متى أنصف هذا القضاء قضية حقيقية؟ يعني مشاكل كثيرة حدثت في العراق، أحداث كثيرة، قضية الموصل على سبيل المثال والمتهم بها، وقضية أموال الدولة، وقضايا أخرى للميليشيات وغيرها ومعتقلات. متى أنصف هذا القضاء حتى ينصف الآن ويتهم فعلا المسؤولين أو يحاسب المسؤولين عن قتل المتظاهرين؟ أخي عزيز، القضاء مسيس، ماكو قضاء بعراق. يعني ناس أمت بيوت تهجرت، ناس قتلت، معتقلين موجودين، ماكو قضاء بالعراق. أخي القضاء مسيس، هي الحكومة تحكم. هذا قضاء بس مجرد شكل، ماكو قضاء بالعراق، هي قوة تحكم. احنا الناس راتوا ان شاء الله الثوار يبقون على يبقون، وان شاء الله الله ينصرهم. دول قتل المجرمين واحنا وياهم متضامنين، صح احنا بعيدين عن الوطن لكن متضامنين وياهم. نعم، وان شاء الله ينتصرون، الحق دائما ينتصر على الباطل ان شاء الله. نعم، شكرا جزيلا يا محمد. مشاهدينا الكرام، نقف هنا قليلا عند تقريري وبياني هيئة علماء المسلمين في العراق التي تحدثت عن هذا التقرير، وتقرير نتيجة التحقيق الذي خرجت به هذه اللجنة المشكلة حكوميا. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الحكومة وميليشياتها الإجرامية ونتيجة فشلها في مواجهة المظاهرات في بغداد والمحافظات عبر استخدامها الرصاص الحي وأسلوب القنص، فإنها أجبرت ومن باب ذر الرماد في العيون على تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قتل المتظاهرين في محاولة لطمس الحقائق ودفع التهم عن مرتكبي الجريمة. أكدت الهيئة أن تقرير اللجنة خلص وكما هو متوقع إلى تبرئة القيادات العسكرية والأمنية والميليشيات والتستر على الآمرين والموجهين بقمع الانتفاضة، وهو ما يؤكد إصرار من يمسكون بالسلطة على نهجهم المقيت في استهداف العراقيين وقتل أبنائهم. حيث اكتفى تقرير اللجنة ببيان سبب ما حصل وتحميله بعض أفراد القوات الأمنية والتوصية بإحالة عدد من قادتها للقضاء بحجة فقدانهم للسيطرة على قطاعاتهم، كما حمل الضحية وزر فعل المجرم، وذلك باتهام المتظاهرين بالهجوم على القوات الأمنية وحرق عجلاتهم واتهام بعضهم بالإرهاب. كذلك لفتت الهيئة إلى أن اللجنة التحقيقية شكلت من مسؤولين كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم بحكم مواقعهم العسكرية والأمنية،
كما تستر التقرير على جرائم الحكومة وقواها الأمنية وفسح المجال لإفلات المجرمين من العقاب. وحملت الهيئة الحكومة وأحزابها جميعا والميليشيات المرتبطة بها مسؤولية جريمة قتل المتظاهرين، ودعت الشعب العراقي إلى مواصلة ثورته السلمية واسترجاع حقوقه المسلوبة. ثائر من هولندا تفضل. السلام عليكم. من لندن ثائر، حياك الله. الله يحييك، الله يبارك فيك. تفضل ثائر. العزيز، بالنسبة لموضوع التقرير واهتمامنا بالتقرير، يعني نتحدث عليه كثير هذا الموضوع. هذا موضوع التقرير، مشكلة التقرير راح تكون بنفتب هذا الموضوع. المرجعية قالت 15 يوم حتى يطلعون بتقرير. هاي المساعدة للحكومة أعطاهم الفرصة. في شخص يعطي للمجرم الجلاد يعني يكون قاضي بنفس الوقت، طبعا ما يصير. اليوم هسه العمليات اللي قاعدين نشوفها حاليا، القتل في محافظة ديالى، نسمع الأخبار احنا جاي نشوف. لكن احنا الأشخاص اللي قاعد يقتلون قاعد نعرف هاي المنظمات من اللي يستخدم هاي. راح يجعلون الضوضاء بأطراف المحافظات، محافظة بغداد، المحافظات القريبة، حتى يسيطرون على المحافظات. هاي المنظمة الموجودة، المنظمة المدعومة، طبعا هذه مو مالي دخل أقول إيران ولا مو إيران، لا لا، أكثر العراقيين يعملون بمنظمة بالأخص بدر. نعم. القتلة وبدأوا أول ما بدأوا القتل الطيارين والعسكريين، وأنا من ضمن العسكريين طبعا اللي أحكي وياه. سيد ثائر، التقرير برر، بما أنه حضرتك فتحت موضوع ميليشيا بدر، التقرير برر للميليشيات العصائب وبدر وغيرها من المكاتب التي تم إحراقها، بررت لعناصرها ولحمايتها بقمع المتظاهرين لأن المتظاهرين كما قال التقرير اعتدوا على هذه المقرات، فمن الطبيعي أن ترد الحمايات. هكذا برر التقرير لعملية قتل حمايات المقرات من الميليشيات للمتظاهرين. أنا المقصود بالأمر مالتي ليس بالتبرير، ولكن المقصود بالقنص والأجهزة الموجودة في ساحة التحرير. نعم. الشباب بكرة راح ينتظرون إلى استخدام السلاح الأبيض، وثق على دراية أني ما يجتهد أقسم لك، بكرة راح يكون بالسلاح الأبيض سكين يضربون الشباب، بكرة راح يجعلون الفتنة، راح تروح كثير من الشباب. المهم عندي موضوع آخر جدا مهم. فضل. اليوم أنا بأحد السفارات هنا بأوروبا، سفارة بشغلة حتى أسوى قضية، يعني موضوع وكالة. نعم. أثناء دخولي السفارة شخص يعمل بالسفارة العراقية اللا عراقية خلنا أقول عنها، طلب من أدي مبلغ حتى يسوي لي معاملة، فأعطيت أكثر يعني تقريبا 100 يورو فوق 100 يورو، وما يحتاج تعطي فلوس، ما يحتاج تعطي فلوس نهائيا. فحدث لي عن موضوع أرض مقابل السفارة، مقابل السفارة أكو أرض. سألت هاي الأرض المن، قال والله انباعت، باعها قبل أيام. الأرض عايدة للحكومة للعراق وليس الحكومة الملعونة، للعراق. على الكورنيش هلسنكي منطقة كاملة ميناء انباع قبل أيام. أخي ذولا ما يدوا الحكومة تسقط، لأن راح تظهر كل مساوئهم. أخي راح ينفضحون العالم، دل راح ينفضحون بحيث العالم راح يعرف السرقات الموجودة، سرقاتهم وين راح يختفون أخي، وين راح يروحون. فلهذا السبب راح يدافعون هذا المكان وعن هذا الكرسي حتى ما يطلع له. لا يهتم أن يقول لواحد. هل تعتقد أن الشباب الحالي بعد أن أثبت أنه واعي لما يحدث من محاولات لإفشال هذه الانتفاضات والمظاهرات، هل تعتقد أن محاولاتهم بدس بعض المندسين يحملون أسلحة بيضاء كما تفضلت يمكن أن تنطلي على المتظاهرين؟ أخي لا تنطلي، ولكن هناك سوف تكون مجازر، سوف تكون هناك عدد من الضحايا. لا تنطلي. أي شباب الجيل هذا قاعد يطلع، الجيل الفقراء أنا أسميه جيل البسطاء. قبل أيام أحد الإعلاميين الأخ نجم الرباعي قال، قلت عليهم الصغار، وأنا أيضا أقول عليهم الصغار، لكن صغار ليس في القيمة، لا، صغار وشباب جميلين. هذول الشباب ثورة لا تنطفي، كما قالها الملعون عادل عبد المهدي، قالوا له أنت بعثي ثم حزبي بالحزب الشيوعي ثم إسلامي، قال الحسين ثروة وثورة. انظر، الحسين ثروة وثورة، شلون يستخدمون اسم الحسين ثروة وثورة. اليوم الشباب ذولا ثورة وثروة للعراق، وراح ينتصروا للشباب. شكرا، شكرا جزيلا سيد ثائر. مشاهدينا، دعونا نقرأ بعض الرسائل التي وردت من الأخوة المشاركين على خدمة الواتساب. أبو حاتم من الموصل يقول، تحية طيبة لك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين الكرام، بارك الله للعراقيين هذا التظاهر السلمي والحضاري الذي ولد من رحم العراقي، ورحمة الله للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. وجه رسالتي للعراقيين من زاخو إلى الفاو، وأقول للمتظاهرين سيروا على بركة الله، وعين الباري ترعاكم بقلب رجل واحد، وشدوا الحزام ورصوا الصفوف، وهذا يومكم ويوم جهادكم، وانقضوا على جرذان الخضراء الذين دمروا الحرث والنسل بالفساد، ولا تستثنوا أحدا منهم، هم وميليشياتهم وعملائهم كنس
أسيادهم في إيران. هذه فرصتكم الأولى والأخيرة، والله ناصركم وسدد خطاكم، والسلام عليكم. في رسالة أخرى تقول: السلام عليكم عبد الخالق الناصر. عبد الخالق الناصر يقول: القوات الأمنية تطلق الرصاص الحية بكثافة والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين وتغلق مداخل الساحة ساحة التحرير. على القوات الأمنية أن تتحلى بضبط النفس وأن لا تقمع أبناء جلدتها بهذه الطرق من الضرب والمطاردة. والرجال الأخوة المتظاهرين التزموا بسلمية التظاهر. شكرا لك يا سيد عبد الخالق. طيب، في رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد. الثورة التشرينية تستمر وتنذر أنه تجب الثورة على الأحزاب والعملاء لتصفيتهم تصفية حساب وزوال إلى غير رجعة، وأنه يأتي وطنيون يبنون البلد شامخا عزيزا. شكرا يا سيد مبروك. ولدينا أيضا ضمن الرسائل محمد بن السويد يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم. القضاء العراقي قضاء مسيس كما ذكر الأخ محمد من هولندا، وسوف يذهب دم الشهداء هدرا للأسف الشديد. هذا ما تعول عليه الحكومة يا سيد محمد من السويد، هذا ما تسعى إليه السلطة، أن يعني تهمل وتخفى والحقائق، وكذلك يتم إبعاد العراقيين وتوجيه أنظارهم إلى قضية أخرى، ويتم يعني إخفاء هذه الحقائق التي حصلت ودم الشهداء، لكن لن يذهب هدرا في ظل وجود وطنيين يسعون دائما إلى أخذ الحق بشتى الوسائل. وكذلك الحقوق لا تسقط بالتقادم، يعني هذه الأمور مسلم بها في العراق في ظل، والتاريخ كذلك يشهد أن أي حكومة تأتي وتذهب هناك تبقى الآثار التي ينظفها المجتمع وينظفها الوطنيون والشرفاء، وبالتالي ستكون هناك محاسبة بالطبع. معنا السيد حسين من بغداد، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حسين، اهلا وسهلا. ان شاء الله باكر متواجدين باكر بحي الحضره. والله العظيم ما نرجع، دون نموت دون حضره هذه الامه. نعم. الو، اسمعك حسين. الو، اسمعك يا حسين. اقول لك اسمعك تفضل. باكر ان شاء الله احنا بالمظاهرات، لو احنا ميتين لو احنا نحرر شعبنا. الحكومه هاي الحكومه الخايسه الصارفه. حسين تدري الحكومة قالت بتقريرها أنه المتظاهرين شمروا المولوتوف وأطلقوا النار على القوات الأمنية وقتلوا من القوات الأمنية. الحكومة تتهمكم بأنكم قتلتم الجيش وقتلتم الشرطة وخربتم وحرقتم، كيف ترد على هذا التحقيق وعلى ما اتهمت الحكومة المتظاهرين؟ الله العظيم خلنا حكيك بطلقهم صانتك بن حسين، هاي الإبرة ما عندنا، هاي الست شينا ما حد شايلها. نعم. بالله العظيم، وهذا لحاتي خريج ما حد نفط لا تعيين ولا كل شيء، وهاي الأمرة ما شايلها ولاده. نعم. بس هاي حسين، ليش وصل بيك الحال إلى هاي النقطة إن أنت خلص بعد ما تقدر تتحمل وتريد تشلع هذا النظام؟ والله أنا شوف أنا حاجي كان خريج محد نفط لا تعيين من 2009 ولحد الآن كتابه مبقع، ومبقع ابن البرلمان والوزير، ولحد الآن ما حد يعين لو دفتر من عينك، لو عندك بالحزام لا سمعت لا الحزام ولا بدهم. نعم. اي بالقران لا بالاحزاب، ومن الفين لا اقول لك لا بالاحزاب، خلصت بدايه وخلصت محدد وخلصت. نعم. ما حد ما انتميت الحزب البعث ولا انتميت الاحزاب الموجوده. نعم. وخريج محد وسراوي كتابي من 2009 ولحد الان لا تعين ولا كشي. هل من العدل ان يبقى المواطن العراقي الخريج بهذا الوضع هذه السنوات 10 سنوات؟ اي بالحسين من 2009 ولحد الان. نعم. وانت الظاهر ليش تظاهر؟ يكتبونك وهسه ان شاء الله باكر وان شاء الله شفنا بالتلفزيون وعلى المحاضر. حسين نتمنى لكم السلامة مبدئيا، نتمنى لكم السلامة، شكرا جزيلا للمشاركة. مقدما نتمنى لكم السلامة في ظل هذا القمع الذي يحدث وفي ظل هذه المحاولات لإخفاء الحقائق. مشاهدينا الكرام، يعني نعلم أن هذه الحلقة دائما ما نتحدث بها عن ما مضى في الأسبوع، لكن نود أن نشير أن الحكومة أمرت شركات الاتصالات وشركات الإنترنت بقطع خدمة الإنترنت من يوم غدا الساعة 6 صباحا حتى يوم السبت.
تحت ذريعة الصيانة، ونحن نتساءل ونستغرب كذلك، يعني هل من المنطقي ومن المعقول كل هذه الشركات وخطوط الاتصالات تقطع كلها في وقت واحد لغرض الصيانة؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديدا أيضا؟ إذن هناك محاولات لإخفاء الحقائق ومحاولات لقمع المظاهرات والاستعداد لقمع المظاهرات بهذه الطريقة. معنا سيد المندلاوي من النرويج، تفضل يا المندلاوي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. زرت العراق قبل شهر، وأنا طبعا من مدة ما زار العراق. نعم. شفت فتحالة بنت أختي عمرها 7 سنين. نعم. فقعدت تحكي لي عن أوضاعها سألتها عن المدرسة، شلون كانت المدرسة بابا، شلون الدوام، سولفي لي. فقالت لي عمو تصور يعني احنا عفوا اقولها التواليت او المغاسل تقول لي يعني فائضه. زين بابا اذا يعني تبدين الحين تغسلين او تسوين حاجه شلون؟ تقول لي بابا او عمو احنا ما نسوي، الدنيا يعني لازم حاصلين بطننا لغايه ما ينتهي الدوام. نعم. وتقول اكو طفل صارت عنده يعني بعد يروح التواليت المعلمه يعني صرخت عليه قالت له ما بتولي. يعني القصد لا توجد بنيه تحتيه، لا توجد خدمات في المدارس، وضع تعليم منها. يعني الاطفال المدارس كلها مدمره، تعليم ماكو. يعني فد وضعيه والله العظيم صار شهر يعني ليل مدى انامه، يعني معقوله الطالب الطفل ما يقدر يروح للتواليت؟ الله اكبر. طيب انا اريد اخذ رايك بموضوع الحلقه اليوم يا سيد المندلاوي. حضرتك اكيد متابع وتعلم ان هناك تقرير خرج من لجنه التحقيق التي شكلتها الحكومه، صحيح؟ اي صحيح، اي متابع. طيب. انا متابع يعني 24 ساعه فاتحه على قناتكم. التقرير قال بان عدد الشهداء كان 149 شهيدا من المدنيين، وأحصى الجرحى ب4000 جريح، لكن العدد الحقيقي الذي قاله المتظاهرون وذكرته المستشفيات وناشطون في الميادين في العراق أكثر من 500 شهيد وأكثر من 9000 جريح، لماذا أخفت الحكومة في تقريرها هذا العدد من الشهداء والجرحى؟ طبعا حتى تغطي على نفسهم طبعا هذا، وتحاول تقول اقل همين لو بيديها تقول اقل. طيب اذا هي ابعدت المسؤوليه عن نفسها، فما الضرر في اظهار الحقيقه بالعدد؟ هي قالت بالتقرير الحكومه ما مسؤوله، لم تعطي اوامر الى القيادات الامنيه. طيب ليش ما اذا هي ما مسؤوله وخلص حملت المشكله للقيادات الامنيه، لماذا لم تعترف بالعدد الحقيقي للشهداء والجرحى؟ والله طبعا تغطي على نفسها اكيد، قد ما تقدر تغطي على نفسها الحكومه. نعم. شكرا جزيلا سيد المندلاوي، كنت معنا من النرويج. حسين من وسط، تفضل يا حسين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو، حياك الله حسين، اسمعك، اهلا وسهلا، تفضل. عيوني بلا زحمه، هاي الحكومه كل شيء ما نحصل من يمها. نعم. بس وعود، ويعني وعود كامله، كل شيء ماكو. نعم. يعني هاي مجرد يعني يطلع نائب او شيء صرح تصريحات كلها شيء، بعد وين انتم ايش عجب يعني اللي قبل الشارع العراقي يلا قلت تطلعون على القنوات وتحكون وتقولون ايش ويش وعنسوي، يعني الا بالقوه؟ يعني ليش قبل ما طلعتوا قبل المظاهرات؟ ليش هسه بعد المظاهرات يلا ايش سويتوا؟ نعم. هذا حكي كله يعني ما يفيد، يعني هاي مجرد انا اقول لك ميليشيات نزمتها واحزاب ايرانيه يعني بالعراق، مو عراق صار عراق ايراني يعني. اكثر شيء الاحزاب الايرانيه مسيطره. نعم. تدري يا حسين اكو خبر هسه منتشر، ويقول الخبر بانه هناك محاولات للهروب الجماعي للمسؤولين في العراق. شلون عيوني؟ الخبر يقول، وهو خبر متداول محليا الآن، هناك محاولات هروب جماعي للمسؤولين من مطار بغداد أو من المطارات في العراق، هناك حتى ازدحام بحركة الطيران. صحيح صحيح، يعني أنا اليوم جيت يعني المختار بالمنطقة. نعم. ها؟ نعم. قال له يعني دزل المختارين أو فتشي، يعني أي كتب لهم، أي مستنسكات كلها، يعني كلها مصدرينها، يعني يخافون من اي يقول لك يعني يصير انقلاب علينا او فد شيء، يعني كل يعني شكو شيء يثبت عنهم كلها شايلينها، يعني مو مخلين شيء لهم. شلون استعدادات واسط للمظاهرات يا حسين؟ والله ان شاء الله نطلع
بأقصى جهودنا إن شاء الله وما نسكت أبد. نعم. هل ستسمحون لمن يريد أن يركب موجة المظاهرات يا حسين؟ شلون عيوني؟ هل ستسمحون لمن يريد أن يركب موجة المظاهرات يقولكم أنا اللي أقودكم؟ لا 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 ما أكو مظاهرات، يعني كل من طالع يعني من يعبر عن رأيه، لا أكثر ولا أقل، يعني لا أكو قائد ولا أبد ولا كل أحد ولا كل جهة تقود المظاهرات. نعم شكرا يا حسين، كنت معنا من وسط. معنا من؟ سيد أركان من بلجيكا تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا دائما وأبدا يعني أعلق على آخر جملة من كلامك، أنه هذا اللي يريد يركب موجة المظاهرات هو معروف لدى الجميع. نعم. وهو مقتدى الصدر ولا يسمح لذلك إن شاء الله. لا هذا ليس موضوعي. نعم. ولكن طبعا بالموضوع راح أصل لك للنقطة المفيدة آخرا. طبعا تسربت معلومات دقيقة جدا حول التحضير لما سوف يحصل يوم غد من المظاهرات الكبرى كما يعتقد، وتم جمع الملفات المهمة التابعة للفاسدين ووثائق أخرى مهمة جدا وأموال كبيرة وضخمة، وتم إيداعها في مكان مجهول، وهذا مصدر دقيق 100% يعني مو من عندي يعني جايبة. إضافة إلى مغادرة جميع عوائل المسؤولين منذ عدة أيام يعني متتالية لدول معينة من أهمها تركيا ولندن وإيران. هذا مصدر من داخل المطار. أما موضوع تغيير الحكومة الذي صدر قبل يومين، أولا قانونيا لا يمكن للحكومة أن تشكل لجنة تحقيق لنفسها. طيب. والأشخاص الذين هم في اللجنة مدانين أصلا بسحق المظاهرات وتصويب أسلحتهم نحو جماجم المتظاهرين المسلمين الأبرياء. نعم. بل كان الأجدر بما يسمى الحكومة الحالية الإرهابية أن توكل مهمة تحقيق ديكوريا أو صوريا في قتل المتظاهرين الأبرياء لقضاة ومدعين عامين بما يسمونهم مستقلين. وهل هناك هؤلاء موجودين في الحكومة حاليا؟ اسمح لي أنا جاية كاني بما يسمونهم مستقلين. طيب. هم الذي صدعوا رأسنا بهم كل يوم أن القضاء مستقل وهكذا. وهذه كذوبة تنطلي مع احترامي على من لا يفقه في ذلك شيئا. وهناك الكثير من هؤلاء القضاة هم الفاسدين والمجرمين والمرتشين. نعم. الذين يعني أضرب لك مثل بسيط يعني حتى أكمل لكلامي، أنه حكموا على الأبرياء عدة، وهذا التقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش. نعم. أنه بانتزاع الاعترافات بالقوة وحكم عليهم بالإعدام. نعم. هذا مو موضوعي. أما قلت لك أنهم يوجد هناك قضاة فاسدين ومجرمين ومرتشين، وفي نفس الوقت يمكن إخراج تقرير مشابه لهذا التقرير من هؤلاء القضاة. نعم. لكن وفي تقريرهم هذا الذي برأ ساحة الحكومة العراقية الإجرامية الحالية واقتصر على الإقالات وليس المحاكمات، يعني تصور ذلك الإقالات وليس المحاكمات استهتارا بالدم العراقي، وهذا معروف يعني ليس جديد على الشعب العراقي منذ عام 2003، ولكن لغبائهم أو سوء حظهم لم يفعلوا ذلك أي توجيه التحقيق للقضاء كما يسمونه مستقل. وان هذا التقرير اسمح لي استاذ محمد ان هذا باختصار سيد أركان رجاءً. نعم باختصار شديد. أي. الذي خرج كما اسلفت كتب بايادي ملطخه ايديهم بدماء الابرياء وباشراف مما يسمى المستشارين الايرانيين الذين يتباهون بهم المجرمين. نعم. من الذين يتبعون ملالي طهران الارهابيين، وكل هذا لم يبرئ اللص الارهابي الدولي ما يسمى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي من التهمة كونه القائد عام للقوات المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله سيد أركان، شكرا لك. كاظم من المسيب تفضل يا كاظم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ شلونك؟ حياك الله كاظم. إلك تحية إلى كل المشاهدين الكرام. حياك الله كاظم، أهلا وسهلا. احنا مستعدين للمظاهرة. نعم. ونحذر القوات الأمنية والجيش والشرطة من إطلاق النار على المتظاهرين. نحن داعي ونطالب حقوقنا. نعم. No. حقوقنا مشروعة. احنا لا نريد نصير حكومة، ولكن احنا نريد حقوقنا المشروعة اللي هي نريدها من عندنا. انت ما تريد شو تسوي؟ ما تريد الحكومة شنو؟ ما فهمت، ما سمعتك.
نعم. شلون؟ عيد عيد عيد، اريد اسمع. احنا نحضر القوات الامنيه كافه. طيب. كافه تصرفها. طيب. لا تتعدى او تطلق النار على المتظاهرين. ماشي. هذا خط احمر. اي. اثنين احنا طالعين بالعلم العراقي ندافع ونطالب حقوقنا. شنو هي حقوقك يا كاظم؟ انت شو تريد كمتظاهر؟ حقوقنا المشروع. انت شو تريد كمتظاهر يا كاظم؟ نعم، نريد اولا نريد حقوقنا، نريد تعيينات، نريد خدمات، نريد كهرباء، نريد زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين. اي. نريد يعني هاي الشروط اذا توفرها ان الحكومة احنا نكون سند الحكومة. كاظم تدري العراقيين اللي طلعوا بالمحافظات بغداد والجنوب ايش قالوا؟ قالوا الشعب يريد اسقاط النظام. كاظم العراقيين ورا ما وصلوا، اسمعني يا كاظم، العراقيين ورا ما وصلوا الى 16 سنه من الوعود الحكوميه ومن الفساد ومن السرقات، وحضرتك تريد كهرباء، صار لكم ايش قد بالبصره تطالبون بالكهرباء والبصرة بلا كهرباء، البصرة صار لها شقد فايضة، شقد صار لكم عايشين هالمأساة والمعاناة. هل تعتقد أنه هاي الحكومة ممكن تحقق شيء للناس 16 سنة؟ والله أستاذ الله يخليك، رحم الله والديك، يعطيني شوية مجاليات. هاي الحكومة إذا ما تحقق آمال الشعب وآمال المتظاهرين فنكون هاي الحكومة. أنت عندك خلق تستحمل 16 سنة بعد يا كاظم؟ بيك مجال تستحمل 16 سنة بعد؟ لا 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 أستاذ، مو 16. عندك قدرة تستحمل أنت وجهالك، اسمعني كاظم، عندك قدرة تستحمل أنت وجهالك 16 سنة من السرقات والفساد والميليشيات؟ يا أخي البصرة أغنى محافظة عراقية، من أغنى المحافظات. يعني هل عدل؟ هل أكو عدل؟ أو هل هذا العدل والمنطق والعقل يقول إنه محافظة بهذا البلد الغني أهلها مليان أمراض سرطانية، يعانون من أمراض سرطانية، يعانون من الميليشيات وسرقة النفط؟ يا أخي أنتوا شبابكم بالبصرة، العراقيين الشباب بالبصرة ما دا يقدرون يتعينون بشركات النفط المحلية. هذا ظلم لو مو ظلم؟ شلون تترجى من الحكومة؟ شلون تترجى من الحكومة بعد أنه تلبي لك وعودك وصار لها 16 سنة ما محققة وعد واحد من اللي وعدت الناس به؟ صحيح أنا وياك أستاذ. أي؟ احنا هاي الحكومه ما تجينا، اول الحكومه من 2003 الى حد الان. لا شلون تريدها تبقى وتنتظر منها تحقق يا كاظم؟ خل بس خدمك استاذ. تفضل. اولا هاي الحكومه من 2003 الى حد الان ما وفرت، صار اليوم 16 سنه. اي. ما وفرت شيء مضمون للدوله للشعب. طيب. عرفت؟ أي. لا وظائف، لا تعيينات. طيب. العالم كتلها جوع. ماشي. العالم عايشة بالزبالة، تكرم تدور قواطي وتبيع. اي. واحنا اغلى دولة بالعالم. الميزانية مالتنا. اي. وصلي للمفيد يا كاظم، طبلي للمفيد. زين. اي. فاحنا هاي الحكومة ما اريدها. يا اخ هاي الحكومة ما اريدها، هاي الحكومة ما تخل من الشعب. طيب. كاظم انا اشكرك مبدئيا يا كاظم، شكرا لك. اريدك بس تراجع نفسك قليلا يا كاظم. فكر باللي مر به العراقيين من الاحتلال وحتى هاي اللحظة، وشوف حجم المعاناة اللي عاشها العراقيين أو التي عاشها العراقيون، وشوف معاناة الأطفال ومعاناة النساء ومعاناة كبار السن. وحضرتك من صوتك يعني أقدر أقيمك أو يعني أحدد أن أنت رجل كبير في السن، لست بشاب صغير. كاظم أو سيد كاظم، العراق مر بمعاناة لمدة 16 عاما، داخلين على السنة 17 احنا هسه قريبا. حكومات تغيرت المراكز، مراكزهم تغيرت، لكن هم نفسهم. الوزير طلع من الحكومة السابقة كان وزير، طب الحكومة الحالية نائب برلماني، طلع من الحكومة الحالية برلماني دخل إلى مجلس المحافظة، وهكذا. حكومة لم تقدم شيء على مدى 16 عاما من الاحتلال، جاءت بوعود الديمقراطية وجاءت بوعود الحياة المرفهة للعراقي. وانظر إلى حال، أنا حضرب مثل بالبصرة، ما راح ننتشر لكل العراق، حضرتك من المسيب، شوف أهل البصرة شنو وضعهم، شوف الفقر، وشوف الملوثات البيئية، وشوف التلوث البيئي بالمياه، تلوث المياه، شوف البطالة، شوف الأمراض السرطانية الموجودة بالبصرة،
شوف انه هاي المدينة الغنية مدى تقدر تقدم 1% من ثروتها لأبناء هذه المدينة للبصريين. هذا ظلم ولا مو ظلم؟ شلون واحد يجي وعنده عقل ومنطق ويفكر بعقلانية انه ينتظر من حكومة وعدته 16 سنة بنفس الوعود، ولما صارت المظاهرات وقمعوا الناس وعدوهم بنفس الوعود، وبعدين يطلعون بتقرير تحقيق يخلو مسؤولية أو تخلو مسؤولية الحكومة من أي شيء صار للمتظاهرين، حملت الموضوع بشوية قيادات أمنية وعناصر وذبتهم أكباش فداء ومحرقة صاروا، والمسؤول الحقيقي هو قاعد بلجنة التحقيق، والمسؤول الأول القائد العام للقوات المسلحة ولا كأنه يمه برا الموضوع. لن تبنى الدولة بهذه الطريقة، طالما كان هناك فساد وطالما كان هناك تحقيق بهذا الشكل غير شفاف وغير نزيه وبعيد كل البعد عن المصداقية، لن تبنى هذه الدولة ولن تتحقق الطموحات والأحلام اللي يتمناها العراقي. أطلنا عليكم مشاهدينا الكرام، لكن هي نقطة كانت مهمة جدا حتى بس نصحح بعض المفاهيم عند الأخوة الذين يريدون التظاهر وقد لا يصلوا إلى النقطة التي يجمع عليها الكل. معنا السيد أبو راشد من عمان، تفضل. تحية لك يا أخ محمد والمشاهدين المحترمين. حياك الله أبو راشد، كل الهنا. نتمنى إن شاء الله ولادة عراق جديد غدا، ولكن بعض القياب الهيئات الدولية أو كذا الأمم المتحدة والدول العربية القيادات كانت قياب واضح أنه حق جميع المظاهرات طال عمرك العربية بما يخص الحكومات. نعم. أن طال عمرك أنا ما أعول على الدول الغربية أو كذا، أنا أتمنى أن الشعب العراقي أن تكون يد واحدة إلى المظاهرات حتى إسقاط الحكومة الفاسدة اللي تابعة للقوات الإيرانية، وشكرا. نعم. شكرا سيد أبو راشد. أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. آخر المتصلين أم عبد الله حتى نقرأ الرسائل، تفضلي أم عبد الله. جمعة مباركة للجميع. شكرا جزيلا. أستاذ، الحكومة العراقية من 2003 إلى الآن هي حكومة ذات هدفها تدمير العراق. وهذا فشيء مؤكد عليه حتى سياسيا ومقتنعين هم به، ولأنه الشخص اللي يستلم الحكم يعني يتخلى عن غيرته وانه يوافق على تدمير العراق، وبالفعل هذا الشيء مطلوب من عنده من قبل، اما من امريكا اما من اسرائيل اما من ايران، هذا هو هدفهم. الهدف الثاني عندنا مقتدى الصدر انه في اخر اللحظات يغتنم الفرصه لصالح الحكومه، هذا في كل مره، وهو عنده مثلا عنده كم كرسي بالبرلمان؟ اكثر من 50 كرسي. المفروض انه من صارت المظاهرات من البصره الى الان المفروض يقدر يسقط البرلمان، انه يطلب من اعضاء اللي موجودين بالبرلمان. يقدر بس هل يريد؟ يقدر بس هل يريد؟ ما يسوي، لا هو لصالح ايران يشتغل، هو لصالح ايران مو لصالح الوطن. نعم. بعدين اكو نقطه مهمه استاذ باختصار ام عبد الله، العفو، باكر ان شاء الله تصير المظاهرات. نعم. الجيش هو بقى عليه عاتق الوطن، لان الجندي من يصير جندي او يصير ضابط انه اقسم بالله العظيم انه يحافظ على العلم على الوطن وعلى الشعب. نعم. المفروض انه هو يقوم بعمليه مسانده المظاهرات وتنتهي المشكله بدون اراقه دماء. شكرا جزيلا ام عبد الله، شكرا لك. نقرا رسائل مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت. رسائل كثيرة جدا من أحد المشاركين، نختصر آخر واحدة منها. يقول السلام عليكم، مقتدى أمر أتباعه وسرايا السلام بالخروج مع المتظاهرين لحمايتهم، يعني لو يقتلونا لو يرمون على الدولة، هذا الشخص مجنون وسيؤدي إلى هلاك الشعب والثورة، ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا يعتقد أحد المشاركين، لكن اطمئن يعني وعي الشباب أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا هذا التظاهر. يجب غدا أن يكون المطلب الوحيد هو خروج إيران من العراق وسياسة العراق
لأن أغلبية الدول التي تتدخل فيها إيران تكون دولة منهوبة ومملوءة بالفساد مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان. مسلم من البصرة، شكرا مسلم. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، غدا إن شاء الله انتصار الدم على السلاح، وشكرا لكم أبو ملاك. رسالة تقول: ازرع ثورة تحصد وطن، من بغداد موعدنا 25/10، هذه النهاية، لو هم لو احنا والله سوف نصحنهم في الشوارع إذا استخدموا الأسلحة ضد المتظاهرين. والآن العشرات من المتظاهرين يتواجدون في ساحة التحرير. تحية لكم أخوكم من بغداد. شكرا لك. رسالة تقول: السلام، معكم سامي من هولندا، تحية لك والمشاهدين. من قتل المتظاهرين؟ عناصر فيلق بدر بقيادة هادي العامري وعناصر من الحرس الثوري، الله ينصر الله، الله ينصر الثوار غدا، وعاش العراق وشكرا. أبو أحمد من الموصل يقول: السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين ومشاهديها، لدي ملحوظة غابت عن الجميع وعن تقرير هيئة علماء المسلمين، أن الذين تصدوا للمظاهرات استخدموا العتاد الخارق الحارق من رشاشات ثقيلة، وهذا العتاد لا يستخدم. سيد أبو أحمد، التقرير الذي قرأته هو كان مقتضب يعني لغرفة الأخبار، التقرير المفصل تجده على موقع هيئة علماء المسلمين وفيه تفاصيل شافية ووافية. شكرا لك. يقول: مرحبا على قناتكم جميل أخي، إيران والميليشيات وذبوها. حقيقة ما لم أفهم جملة واحدة مما كتب، جملة واحدة لم أفهم مما كتب، أرجو المعذرة. في رسالة تقول: تحاولون استقطاب الشباب من الشروك كما تسمونهم وتدفعونهم لإسقاط الحكومة لإعادة أمجاد المقبور المجنون الذي باع الأخضر واليابس ودمر العراق 35 عام، نحن لا نثق بكم ولا بميليشيات كذا. طيب، رأيك، ولأننا نحترم الآراء، قرأنا الرسالة بما فيها من جمل بلا تجاوز، وختمتها بتجاوز لم يقرأ، وليس هناك وقت للرد على أمثالك. عموما نتجاوز هذه النقطة. يقول: السلام عليكم، استغرب الحكومة ترسل مندوبين وممثلين عنها لتلتقي بالشعب ومعرفة مطالب شعبهم وكأنهم يعيشون خارج البلد ولا يعرفون عن شعبهم شيء. تحياتي أخوكم ومتابعكم حيدر سعد الكعبي من النجف الأشرف. شكرا حيدر. السلام عليكم، إن شاء الله النصر قادم للشعب العراقي 25/10، أبو حيدر من البصرة. شكرا أبو حيدر. طيب، في رسالة أخيرة نقرأها، وأعتذر لي كثير 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 جدا حقيقة من المشاهدين الكرام مشاركين، آسف جدا، الوقت ضيق للغاية والرسائل كثيرة جدا. آخر رسالة نقرأها، يقول: السلام عليكم أخوي، أجيبها من الأخير. حكومة زبالة حشاك، من كل شيء زبالة، وكلهم شر دولي جبناء. قبل يومين فرغوا المصارف، والله العظيم المتظاهرين عزلوا ما شايلين أي سلاح، بس الحكومة مجندة القناصين، وحتى التقرير اللي قدموه كله غلط. غادة الموسوي من بغداد، شكرا يا غادة. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.